بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم في هذا البث المباشر لنتأمل يعني حقيقة علمية جديدة. كل مؤمن يبحث عن أسرارها. آيات القرآن أيها الأحبة عظيمة جدا، ومهما حاول الملحدون أن ينتقدوا هذه الآيات لن يجدوا إلى ذلك سبيلا. والسبب ببساطة أيها الأحبة، أن الذي أنزل القرآن هو الله، هو الذي خلق الملحدين وخلق الكون، فلا يمكن لخالق عظيم أن يخطئ في معلومة وضعها في أعظم كتاب على الإطلاق وهو القرآن الكريم، الذي قال الله فيه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيان وهدى ورحمة. يعني التبيان قبل الهدى وقبل الرحمة أيها الأحبة. هناك من بعض العلماء يقولون إن القرآن كتاب هداية، الله وضع التبيان قبل الهداية قبل الهدى. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن أيها الأحبة، يعني هذه الآية تدعونا للتفكر والتدبر، أن هذا الكتاب العظيم فيه تبيان لكل شيء. يعني كل ما يكتشفه العلماء من حولنا اليوم، كل أسرار الكون موجودة في هذا الكتاب العظيم، وبشكل مبين وموضح ومفصل، ليس مجرد إشارات، فيه تفصيل، وكل شيء فصلناه تفصيلا. اليوم أيها الأحبة، أحببت أن أعيش معكم مع آية وحديث نبوي انتقده الملحدون طويلا، حيث قالوا: ما هو تأثير الرضاعة على الإنسان حتى يأتي القرآن بأحكام جديدة غير موجودة في السابق ولا تتطابق مع العلم الحديث، ليحرم الإسلام زواج الإخوة من الرضاعة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ادعى الملحدون أنه أخطأ علميا عندما قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني أم أرضعت طفل غير طفلها، يصبح حكمه الشرعي مثل ابنها، وأبناؤها يصبحون إخوة لهذا الولد الغريب الذي أرضعته هذه الأم. وبالتالي أيها الأحبة، الانتقادات كثيرة طبعا لهذا الحكم الشرعي. سبحان الله، تذكرت أن أحدا من هؤلاء الملحدين تحداني ذات يوم أن نثبت صدق ما جاء في هذا القرآن العظيم، ولكن العلم الحقيقة ظل يجهل حقائق وأسرار حليب الأم، لبن الأم، لسنوات طويلة، حتى جاء عام 2007 عندما اكتشف العلماء وجود خلايا جذعية أو خلايا جنينية، أو ما يسمى ستيم سيلز، خلايا جذعية موجودة في حليب الأم. ولكن أيضا لم يتعرف العلماء على أسرار هذه الخلايا، ما هو تأثيرها على هذا الرضيع الغريب، ما الذي يفعله حليب الأم بهذا الطفل الذي رضع من هذه الأم وهو غير ابنها، هو غريب، ما هي العلاقة التي تصبح بينه وبينها، وما علاقة ذلك بأبنائها أي إخوته من الرضاعة. الحقيقة
التفسير أيها الأحبة جاء على لسان الدكتورة فوتيني كاكولاس، وهي باحثة مهتمة جدا بمعرفة سر هذه الخلايا الجذعية أو الجنينية. طبعا كمعلومة يعني على السريع، الخلايا الجنينية أو الجذعية أو ستيم سيلز، هذه الخلايا لها قدرة غريبة على النمو، تتحول إلى خلايا مثلا قلب، يمكن أن تتحول إلى خلية عصبية وتتكاثر، يمكن أن تتحول إلى خلية عظام، خلية كبد. لذلك سميت خلايا جنينية، أي يعني تساهم في بناء الجنين كله. طبعا تقول هذه الدكتورة في بحث، طبعا هي من جامعة غرب أستراليا، والبحث الغريب الذي قامت به كان عام 2015. اكتشفت أن حليب الأم ليس مجرد غذاء، إنما هو أكثر من ذلك وأبعد من ذلك بكثير. فهذه الخلايا الجنينية التي يحملها حليب الأم والتي تنتقل إلى هذا الطفل، في كل خلية من هذه الخلايا الجنينية وهي بالمليارات مليارات تتدفق مع حليب الأم، كل خلية تحوي الشفرة الوراثية للأم، الخصائص الوراثية للأم موجودة في خلايا جسدها، تنتقل إلى الرضيع عبر اللبن أو الحليب من خلال هذه الخلايا الجنينية. هذا أولا. إذن الأم لا ترضع مجرد غذاء لهذا الطفل الغريب، إنما هذه الأم تعطيه شفرتها الوراثية عبر مليارات الخلايا التي تضخها مع هذا اللبن الذي يرضعه هذا الطفل. طبعا هذه الخلايا الجنينية أيها الأحبة كما تقول الدكتورة كاكولاس تبقى مع هذا الطفل طيلة عمره حتى يموت، تبقى في لماذا؟ لأنها تتحول بعد أن تنتقل إلى الجهاز الهضمي، تتحول هذه الخلايا إلى خلايا عصبية في الدماغ، يصبح دماغك جزءا من دماغ هذه الأم التي أرضعتك، تتحول إلى خلايا عظام، يصبح هيكلك العظمي مرتبطا بالتي أرضعتك، تتحول إلى خلايا جلد مثلا وخلايا لبناء مختلف أجهزة الجسم. فعندما يرضع هذا الطفل تنتقل هذه الخلايا عبر الدورة الدموية وتساهم في نمو وتشكل الكبد، البنكرياس، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، العظام إلى آخره، وتصبح خلايا فعالة في تكوين يعني مورثات أو الشفرة الوراثية لهذا الطفل. وبالتالي الأم أو المرأة التي ترضع هذا الطفل لا ترضعه مجرد غذاء، إنما تدخل عبر هذا اللبن ينتقل أو تنتقل شفرتها الوراثية كاملة إلى هذا الطفل الصغير الذي ينمي هذه الخلايا إلى أعضاء جسده ويصبح وكأنه ابنا لهذه الأم. نحن نتكلم علميا أيها الأحبة. طبعا تقول هذه الدكتورة إن الخلايا الجنينية لا تذهب بل تبقى مع الطفل مدى الحياة، ليتشكل لدينا نظام مناعة له علاقة بنظام مناعة الأم. الأمراض التي يصاب بها هذا الطفل أيضا ستتأثر
تبعا لهذا الحليب الذي انتقل لجوف هذا الطفل وفيه مليارات الخلايا الجذعية. مع العلم أن كل حليب أو كل لبن له خصائص تختلف عن المرأة الأخرى، يعني كل مرأة سبحان الله لدينا اليوم أكثر من 7 مليارات إنسان على وجه الأرض. إذا لدينا مليارات الأمهات، وكل أم وكل إنسانة كل امرأة ركب الله لها حليبا خاصا بها يختلف عن أي حليب، مثل بصمة الأصبع، لأن كل إنسان له شفرة وراثية تختلف عن الآخر. لا يوجد شفرة يعني إنسانين لهما ذات الشفرة الوراثية، لابد من وجود اختلافات. طبعا أيها الأحبة، يعني أنا لدي بحث هنا، ولو أن يعني الصورة معكوسة، ولكن فقط للتوثيق العلمي سأقرأ لكم. Even to brain، نعم حتى للدماغ يقولون نعم، breast milk stem cells يعني الخلايا الجذعية الموجودة في الحليب المرضع do transfer، تؤكد بشدة تنتقل، do transfer يعني تنتقل بشكل مؤكد إلى أعضاء هذا الرضيع بما فيها الدماغ. تركيب الدماغ سوف يختلف تبعا للشفرة الوراثية لهذه الأم، سبحان الله. طبعا أيها الأحبة، هذه الدكتورة وجدت أن حليب الأم يحوي جسيمات صغيرة جدا اسمها ميكرو ار ان اي، جسيمات صغيرة جدا، ونعرف أن الدي ان اي والار ان اي هما يعني اللذان فيهما الشفرة الوراثية التي يحملها الإنسان. هذه الجسيمات الصغيرة جدا الميكرو ار ان اي موجودة بكميات كبيرة في حليب الأم، ولها خصائص فريدة تختلف من امرأة لأخرى، سبحان الله. وبالتالي هذه الجسيمات الصغيرة عندما تنتقل لجسد الطفل لها قدرة على التحكم في آلاف الجينات التي يحملها هذا الطفل، ليست مجرد مادة غذائية تناولها وانتهى الأمر، لا، هناك تغيرات وراثية من خلال هذه الجسيمات التي تنتقل بل وتتحكم وتغير في تركيب الشفرة الوراثية لهذا الطفل. طبعا أيها الأحبة، هذه صورة البحث العلمي الذي نتحدث عنه فقط للتوثيق. هناك بحث أيها الأحبة نشر مؤخرا في مجلة نيتشر، طبعا بالنسبة لهم أو لمن يدعي الإلحاد، مجلة نيتشر كأنك تقول له كما نقول نحن المسلمون رواه البخاري، وثق جدا، لذلك لن يستطيع أحد أن ينكر هذا الكلام الذي سنقوله الآن. يقولون بالحرف الواحد إن الطفل الذي يرضع من امرأة أخرى لا يتغذى فقط على حليبها، بل إنه يكتسب كل الصفات الوراثية للمرأة المرضعة، سبحان الله. هذه معلومات أيها الأحبة حديثة جدا، لا يمكن لبشر أن يتنبأ بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الزمن الذي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الأحبة، هذه المجلة تطرح تساؤلا أيضا، ما هي النتائج الأخلاقية لإرضاع هذه المرأة لطفل غريب عنها؟ هناك نتائج يجب أن تترتب نتائج أخلاقية على ذلك، يعني ليس مجرد تغذية أو عملية إرضاع،
بل هناك نتائج أخلاقية ونتائج وراثية. يعني ينادي العلماء بضرورة أن ماذا؟ أن تراعى، أو يجب أخذ احتياطات، لأن هذا الطفل الذي رضع كمية من حليب الأم الغريبة أو المرأة الغريبة عنه، حدثت تغيرات تتناسب مع التغيرات أو مع الشفرة الوراثية التي تتميز بها الأم. وأبناء هذه الأم، يعني مثلا نفرض هذه الأم أرضعت طفلة وأرضعت طفل غريب، هذا الطفل الغريب تشكل لديه نظام مناعي قريب من الطفلة التي رضعت، يعني نفس التغيرات حدثت على ابنة هذه المرأة، وهذه التغيرات حدثت على هذا الطفل الغريب. أصبح هناك عوامل وراثية يمكن أن تؤدي لأمراض خطيرة إذا تزوج منها، لأننا نعلم أيها الأحبة أن الطب يحذر من زواج الإخوة بالنسب، ويتساءلون اليوم أنه ينبغي أن تراعى نواحي أخلاقية مثل الزواج في حال عملية إرضاع شخص من امرأة، ومراعاة أن هذا الطفل أصبح كأنه ابنا لها، وأصبح هذا الطفل كأنه أخا لأبنائها وبناتها. سبحان الله، ويقولون ما هو الحل؟ لأن زواج المحارم له مخاطر طبية كبيرة كما تعلمون. يعني إذا تزوج أخ من أخته، هناك احتمال كبير لأن يعني ينتج مواليد مشوهة وأمراض وراثية وأمور خطيرة جدا. لذلك من الناحية الطبية هذا الأمر خطأ طبيا. سبحان الله، الحل الذي يبحثون عنه في الغرب قرآننا أوجده قبل 1400 سنة، عندما قال تبارك وتعالى عن الأصناف التي يحرم على الإنسان الزواج بها، قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. إذن المرأة التي أرضعتك أصبح لديك نظام مناعي شبيه بنظامها، وبالتالي هناك مخاطر إذا تزوجت بها أو بإحدى بناتها. لذلك من الناحية الطبية الأفضل ألا يتزوج، أن يبتعد ويتزوج من امرأة لم يرضع منها، أو ليست أختا له بالرضاعة أو أما له بالرضاعة. هذا طبيا أيها الأحبة. وإذا سألنا علماء الطب اليوم أيهما أفضل، سيقولوا لك من الأفضل أن يبتعد عن زواج الإخوة من الرضاعة. طبيا نتحدث، النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هو يفسر هذه الآية التي قال الله فيها: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. بالله عليكم، يعني أنا أود أن أتساءل في هذه اللحظة، إذا كان الإسلام أحبتي في الله حريص علينا، حريص على صحتنا، لماذا ترفضون هذا الدين؟ والله إن تعاليم الإسلام هي العلمانية الحقيقية، هي يعني ما يمكن أن نسميه تطابق كامل مع الحقيقة العلمية، ليست الأشياء التي يتبع فيها الإنسان الهوى، بل هو يتطابق مع العلم إذا فكرنا بعقل وبمنطق. فلماذا ترفضون هذا الدين الحنيف؟ لماذا تحاربون هذه التعاليم؟ كل ما جاء في القرآن أيها الأحبة، كل ما جاء والله إنه لمصلحتك أيها الإنسان، سعادة في الدنيا والآخرة واطمئنان وصحة جسدية أيضا. يريد الله أن يبعد عنك هذه الأمراض. لذلك أيها الأحبة، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا
وأن ينفعنا بهذه المعلومات، وأن يجعلها وسيلة لأولئك المشككين يرون من خلالها عظمة هذا الدين وعظمة هذا القرآن العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.